مساء الخير لكم مشاهدي قناة الشروق تي في وفي برنامج لايف مشاهير. هذا البرنامج لنطلوا من خلاله عليكم من يوم الأحد إلى غاية يوم الخميس بأخبار وحصريات جديدة. وأكيد اليوم ترافقني في تقديم البرنامج زميلتي نيفين حرمات. مساء الخير نيفين. مساء الخير عصام ومساء الخير مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم في عدد جديد برنامجكم اللايف المشاهد لكم من الأحد إلى الخميس على قناتكم وقناة كل عائلة الجزائرية الشروق تي في. بزاف أخبار وحصريات راح نتعرفوا عليهم اليوم لكن بعد العناوين. والأخبار الخفيفة والسريعة في كويك المشاهير اللي هي أولى فقرتنا نشوفها مع بعض ونرجعوا. نالت الفنانة العالمية صوفيا بوتيلا جائزة الفنون لعام 2024 خلال حفل أليانس نيويورك، وخلال تكريمها ألقت كلمات تعبيرية عن ثقافة الجزائر وعن مكان نشأتها باب الواد وعن مراحل حياتها المختلفة. بعد أغنية زينك حيرني أغنية جديدة ستجمع شاب كريستال وعقبة حركات تحت عنوان شاوي والكلمة بارودة، وسيتم طرح الأغنية يوم الخميس. رزق الرابر كريم الجانج بمولود جديد سماه أنس، ونشر بوست على فيسبوك وكتب الحمد لله بطل جديد يلتحق بعائلتي الصغيرة، سميته على بركة الله أنس، اللهم أجعله خير وأنبته حسنا واجعله طيب القلب وقرة عين لوالديها، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والنجاح. أعلن كريم بربار ابن المرحومة فاتحة بربار عن وفاة والده إبراهيم بربار زوج الفنانة الراحلة فاتحة بربار، حيث من المقرر أن يصل جثمان المرحوم يوم الأربعاء إلى منزل العائلة بمستغانم لتشيع جنازته يوم غد، واللي وافق الخميس. الفقيد توفي ليلة الجمعة 22 نوفمبر بمدينة ستراسبورغ بفرنسا. للتذكير توفيت الفنانة فاتحة بربار في 16 جونفي 2015 بفرنسا رحمها الله. مشاهدينا خلال هذا الأسبوع كنا شفنا يعني قضية كانت ترند وكل الصفحات والمواقع كانوا حكاوا فيها، واللي هي تقول أنه الفنانة سهيلة معلم رفعت قضية ضد الفنانة نوميديا للزول، لكن هذا الشيء ما قعدش يعني مجرد خبر ولا كلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وين شفنا الفنانة نوميديا للزول دارت فيديو عبر حسابها بالإنستغرام وقالت طبعا عصام كما قلت الامر اللي شغل كل الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي وكل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هي قضيه الشكوى اللي رفعتها سهيلة معلم ضد نوميديا، ونوميديا الامر اللي خلاها دارت ستوري وخرجت وتكلمت انه هذه مجرد اشاعه في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الخبر لا اساس له من الصحه، وكان طلبت من سهيلة معلم انها تخرج وترد وتكذب على هذه الاشاعات. لكن سهيلة معلم رفضت أنها تدير أي تصريح سواء عبر ستوري لها ولا يعني تتكلم عبر أي برنامج ولا تقدم تصريح بخصوص هذا الموضوع، لكن نوميديا قلنا أنه كانت تطلب من سهيلة أنها توضح الشيء ولا توضح أنه ما رفعتش عليها قضية بسبب أنه تم يعني أنها يعني ضغط كبير، والثاني كان هجوم عليها من طرف يعني سواء محبي سهيلة ولا الصفحات يقولوا لها أنه علاش يعني وش هو سبب المشكلة علاش رفعت عليك سهيلة قضية. هذا الشيء اللي خلى نوميديا أنه تنفجر وتدير ستوري تطلب من الناس أنه يفهموا القضية بيان وأنه ما عندهاش خلاف مع سهيلة، لكن سهيلة كان عندها رد آخر. طبعا سهيلة ما ردتش على الستوري وما ردت على حتى خبر، التزمت الصمت سهيلة معلم، لكن برنامج لايف المشاهير كان تواصل مع سهيلة معلم وسقسها عن أصل الخلاف وعن هذا الخبر اللي راه يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن سهيلة معلم ردت مرة ثانية وقالت أنه ما هدرتش يعني بهذه العبارة اللي حنقولوها ما هدرتش وما نيش حنهدر في هذا الموضوع اللي راه قايد التحقيق، يعني رد مقتضب من عند سهيلة معلم. فيعني كما قلت عصام أنه ضغط كبير كان على سهيلة معلم وعلى نوميديا للزول، ولكن نوميديا للزول هي اللي حست بهذا الأمر أكثر، لأنه ضغط كبير كان عليها أنه زميلتها وصديقتها رفعت قضية عليها، وهذا الأمر اللي خلاها خرجت وردت في الستوري. يعني أنا أشوف الصفحات من خلال ليفيو، غير على جال ليفيو، غير على جال البوز، غير على جال بشي طلعوا ترند، يعني يستغلوا أي فرصة ويتكلموا في أي شيء ويلحقوا وين، يعني كما نقولوا هذه قذف للناس أنك ترفع قضية. وهذه مشاكل ماشي هذا وبرك نيفين، في بعض الحين نشوفهم
انه يتسببوا في خلق مشاكل بين المشاهير. وين شفنا هاد المشكله ولا هاد الاشاعات اللي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصلت وين تم الغاء المتابعه ولا حتى البلوك من طرف كلا الفنانتين. يعني الفنانه سهيله دارت بلوك لنوميديا ونوميديا دارت بلوك لسهيله. يعني للاسف انا نشوفوا هذا النوع في الصفحات الجزائريه في حين لازم نشوفوا انه يكون احنا نقولوا يهدد النفوس عفوا وكذلك ما يزيدوش طين بله ولا احنا نزيدوا يشعلوا النار كما نقولوا. يعني كما نقولوا عصام انه نوميديا وسهيله معلم اصدقاء واخوات وتجمعهم صداقه وزملاء وشفناهم في اعمال مع بعض ايضا. يعني خساره نشوفوا تخلاص ما بيناتهم ببلوك كما قلت ولا انتهت صداقتنا بستوري. فاحنا معنا من خلال برنامج جايف ماشي نقولوا ربي يلمشم لهم ان شاء الله وربي يهدي النفوس وان شاء الله نعاودوا نشوفوهم مع بعض ونشوفوهم في اعمال اخرى مع بعض. وهاد بعض الصفحات نقول لهم ربي يهديكم. يلا نروحوا نشوفوا فيديو لنوميديا الزول وراجعين. كما قالت نوميديا يعني سوسو كما كانت تقول هي يعني ربي يعاود يلمشم لهم ونشوفوها مع بعض. يلا كما تعودوا دائما برنامج جايب المشاهير عنوان الصدق والمصداقيه والاخبار والحصريات وسكوب كمان الحدلي راه يتحضر في اغنيه جديده اللي راح نتكلموا عليها مع بعض في هذا الاتصال مباشر حصريا. وراح تشوفوا صور حصريه ايضا. ما عليكم غير تحطوا التليكومات بعيده عليكم وما تزابيوش. ونقولوا الو مساء الخير منال. مساء النور وشراكم. لا بس الحمد لله. منال في البداية نقول لك جوايز انيفيرسير كل عام وانتي بخير طول عمرك ان شاء الله. ربي يطول في عمرك ان شاء الله. ميرسي بوكو ميرسي ربي يحفظكم ويخليكم ليا نتوما الصحافة وكل الجمهور اللي راهو يشوف يتابع في قناة الزروق. شكرا ميرسي بوكو. طيب اليوم تلقيت واحد الالاف من الرسائل. منال بما انه اليوم لانيفيرسير تاعك وعام جديد وعمر جديد وطول العمر ان شاء الله، منال شنو هي بالك الامنيه اللي راكي متمنيتها وتحققيها في هذه السنه الجديده من عمرك؟ الامنيه الوحيده في كل حاجه الحمد لله راني قدرت وقدرت يعني نحققها الحمد لله بقدرة ربي سبحانه بيان سور. لكن الامنيه اللي حبيتها هي انه نقعد دائما اونتوغي بدارنا اللي هما والدي ولو كان نقول لك توجو اونتوغي تزوجت ولا ما تزوجت نقعد توجو اونتوغي بهم. هذه امنيه في كل نعم ربما امنيه شخصيه زواج خطبه ارتباط. شوفي ما لا زواج لا خطبه لا ارتباط. حاليا انا مرتبطه بشغلي وبعملي. ان شاء الله ربي يصلك بالزوج المناسب والشخص المناسب حبيبتي تستاهليه. ان شاء الله راكم كاع حابين تزوجوني ولا كيف فهموني. لا لا انا قاعدين نكمل مع بعضنا. ان شاء الله باش نشوفوا لك نجاحات اخرى لانه بالك بالك انت الان كيما نقولوا احنا يا مازال ما تزوجتيش راكي تحققي نجاحات. ان شاء الله نشوفوك متزوجه وتحققي نجاحات اكبر ويكون راجل يدعمك. الزواج قسمه ان شاء الله من فضل ربي. لكن الزواج قسمه ونصيب طبعا ان شاء الله. الزواج يعني ما عندوش سن ماشي لازم المراه تزوج في 25 ولا 24 ولا المهم تكون ناضجه وتخير الشخص المناسب. لو كان علينا نتزوجوا نتزوجوا سي تخي فاسيل كاين عروض زواج على راسهم الحمد لله. لكن الشخص المناسب جو فاليد منال جو فاليد جو فاليد جو فاليد منال اكزاكتومون. جات على قلبها زميلتي يعني بين. يلا منح اللي ما عيطنا لك باش نعرفوا شويه على جديدك وعلى بالنا بلي اكيد تحضري في اغنيه جديده مع اكيد المخرج والفنان ابراهيم حديد. نعم نوعا ما شوفوا هذا التعاون شويه جاء متاخر لانه خاصه انه ابراهيم عنده اعمال كثيره مع الفنانين وانت يعني عندك مده طويله في الساحه الفنيه. وش الشيء اللي اخر هذا التعاون؟ ما كاينش لي شغل لي اخر التعاون. شوف انا كنت بزاف كونسونطري مع الاعراس والحفلات لانه كل لاجندا تاعي كامل مليانه. يعني صحيح. ما عنديش بزاف وقت على انه راح ندير اغاني جديده ندخل استوديو وندير تصوير كليب ويعني سي توت اون بريباراسيون. يعني الكليب والاغنيه ديجا باش تخيرها لازم وقت. وانا كنت دائما مكونسونتريه مع العرس وركزت معاهم حتى ركزت معاهم دولي كامل الانرجي تاعي على هذا. راح نقص شويه يعني الاعراس ولا العدد عدد الاعراس الاجنده راح ننقصهم شويه. دونك ابراهيم حديد انا من اللي نعرفه ونعرف اعماله ونجاحاته ربي يبارك الله يبارك عليه. هذه الخطره شوف دا المكتوب وعيطني قلت له فوالا ابراهيم شفت الاغنيه. يعني كي سمعت الاغنيه انا شفت باللي ابراهيم هو اللي يقدر المناسب لهذه الاغنيه. هذه اغنيه شبابيه ريتم شباب ريتم جديد جوستومون اغنيه اللي حيكون فيها الوان شابه. نعم
جستمون نحن يعني نشكرك انك خليتينا نكونوا من بين الاوائل اللي نشوفوا الصور الحصريه ولو يشوف المشاهد عبر قناه الشرق تي في ببرنامج لايف المشاهير، يعني مقاطع حصريه من الفيديو الكليب تاعك اللي هو يتصور، يعني تم هذه المقاطع تصويرها بالعاصمه صح؟ صح، المقاطع اللي راكم تشوفوا فيها تصوروا في العاصمه في سانتوز. يعني عندي نشكر وزاره الثقافه سيدة سوريا مولوجي على يعطتني رخصة أنه نعمل في فانتازيا لان نشكرهم بزاف بزاف، لأنه الوزارة يعني عندها دور كبير في حياة الفنان. الوزارة يعني اللي تدعم الفنان شاكوبا وربي يحفظهم. دونك درنا التصوير الأول في فانتازيا لاند وين كان عاشور العاشر، يعني باش فوالا المملكة العاشورية. وعندنا ان شاء الله اليوم السبت راح نروحوا ميتي بازا شرشال، بعيده شويه على شرشال واحد الساعه سيدي سميان فوق الجبل، لانه الاغنيه كما راكم تشوفوا في الصور اغنيه منال لو كان سقسيوك بك انا نشوفوا احنا في لي زيماج بدا بينا احنا نزيدوا نعرفوا اكثر التفاصيل وشنو هو عنوان الاغنيه، واني نشوف انا في الصور نشوف لي كولور نشوف لي دونسيس، فاني حابه نعرف هل هي اغنيه سنتيمونتال ولا راي ولا ستيل اخر. لا ماشي سنتيمونتال هذاك الحزين، ماشي الحزين، لكن اغنيه ديناميك اغنيه جديده فيها بزاف فيها لو ريتم شباب، سي شانسون ريتمي. شنو بصح بينا حنايا نديرو حنا اسم الاغنيه سلطان زماني، وانتم الاولين اول مره نقول العنوان حصري يس سمعنا سلطان انا سلاطين زماننا حنايا سهلوا كل خير. وانا يعني شروق نقدر نقول لك بديت معاهم وكبرت معاهم ورابح على الهواء من الناس اللي نعزهم بزاف على قلبي، وانتم ايضا ثاني على عيني وراسي، فحبيت انه الحصري راح يكون ليكم. دونك الاغنيه الكليب راح يكون بنت الدوار، وحده بنت الدوار اللي تحب واحد بديتو يجي يشوف الدار الصغار وما هي تشفرك بيه وتعجب به، ومن بعد هنا الحكايه تبدا. بنت الدوار نعم. احنا نشكروك واكيد متحمسين باش نشوفوا هاد الاغنيه ونسلطنوا على يعني صوتك ان شاء الله. لكن حبيت قبل ما نختم معك الاتصال اليوم، يعني الذكرى الاولى لوفاه الفنان محمد بوسماحه واكيد اميلا كولومب، حبينا لو كانت تعطيها ككلمه على الوفاه تاعهم وكذلك للجمهور ديالهم. انا نرحم عليهم اول حاجه، ربي يرحمهم وربي يدبر اهاليهم ان شاء الله ويبدل حياتهم بالصبر. انا الحاجه اللي درت ديجا ان فيديو كنت في عرس وداروا الاغاني تاع المرحوم بوسماحه، كنت شفت بزاف فيديو تاع الاب تاعو الوالد كي قال بلي من فضلكم سوبريميو كامل الاغاني وما تزيدوش تسمعوا. فانا كي كنت في وكان ما عنديش بزاف من اللي مات، يعني كان مازال ما قفلش 40 ربي يرحمه. فكي شفت الدي جي دارت الاغنيه تاعو رحت ليها قلت لها من فضلك نحي، قالت لي ايه على بالي بصح هي ديمونديوها مادام سي بوبلي نحي، احتراما للبشر واحتراما ايضا للوالد وربي يهدينا كامل ان شاء الله، ربي يهدينا الطريق المستقيم ان شاء الله ويدينا ان شاء الله في السر ويدي عمرنا وغير هو راضي علينا ان شاء الله. امين يا يعطيك الصحه منى لانك كنت معنا. نشكركم والله انا فرحانه بزاف، شكرا كامل طاقم عمل اليوم وشكرا قناة شروق وشكرا لكم راكم منورين الشاشة. المهم باتيسري حقنا خليه هنا انا نجي ندوح شيه. شكرا لك منال. شكرا لك وبالتوفيق لاغنيتك الجديدة ان شاء الله مزيان النجاح وجوايز انيفيرسار اونكور اون فوا. ميرسي ما شيري ميرسي علي بلي او بليزير وباي باي الجمهور لو يشوف فيا نحبكم. صحيتي شكرا. مع السلامة. يلا زين منال الجميله قلبا وقالبا صح روح تاع يعني توصلك حتى من اتصال ماشي غير كي تلاقاي بها يلا نكملوا. منال كانت قالت انه الزواج وانك تلقى الشخص المناسب ماشي انك تتزوج باش تتزوج، لو كان عندنا في الزواج كان يتزوجت انا من قبل صح. يعني انت عصام لو كان نسالك علاش يعني مازال ما تزوجش ليومنا هذا، هل انه بالك ما لقيت الشخص المناسب ولا مازال شويه ماكش تفكر في الزواج لا مش مشاريعك؟ شوفي كيما حتى بالك تصحنا نحن نسمعوه بعد قليل الفنان خالد بن عيسى
الزواج هو قضية قسمة ونصيب طبعا. كل واحد وقتاش تجيه الفرصة باش يتزوج، وأهم شيء في الزواج كاين بزاف اللي بالك في السن تاعي ولا حتى في السن تاعك راهم تزوجوا راهم بولادهم، بصح ماشي الصح في هذاك أنك تديري عرس وكورتاج وتلبس الكوستيم، لا لا، الصح هو أنك تصيب الإنسانة اللي تكمل معك حياتك وتصون عرضك، تصون البيت تاعك، العائلة تاعك، توقف معك في الشدة وفي الفرجة كذلك، يعني صعيب باش تصيبي هذا الشخص اللي طبعاً. تكملي مع حياتك. وهذا الأمر اللي كانت تكلم فيها أمس الفنان خالد بن عيسى اللي كان ضيف. لا خلينا نسقسيك، مش غادي تسقسيك، أنت ما تزوجتيش. لأنه عصام كما قلت الزواج وأنك تلقى الشخص المناسب اللي تكمل مع حياتك، اللي يفهمك، اللي قادرك، اللي يخاف عليك، اللي يصونك، اللي تكون بيناتكم المودة والرحمة، يعني زواج ماشي عرس وتابونسي. يلا احنا نكملوا في موضوعنا، وإن كان أمس الفنان خالد بن عيسى ضيف برنامج السكة مع الزميلة فرح ياسمين، وكان سقساته يعني عن الزوجة ديالو اللي معروفة واللي نحبوها ويحبها الجمهور سامية مزيان، بالك ناس بزاف ما على بالهمش، فكان تكلم ورد عليها قالها انه انا ما تزوجش باش نتزوج، تزوج لانه لقيت الشريكة المناسبة ليا واللي تفهمني واللي جاوبت على الأسئلة تاعي. قال ايضا انه انا ما كنتش نخمم في الزواج لكن كي لقيت سامية تزوجت. صح نيفين، انا نشوف هذا الجواب يعني جواب مثالي ومقنع بشكل كبير. علاش؟ لانه في بعض الاحيان كاين بزاف عفايس ندير لهم بروغرام، يعني تقولي اليوم ندير هكذا، بعد سنه بعد سنه، لكن في بعض الاحيان تجيك في مواقف ولا القدر يكتب لك تغيري كامل الترتيب تاع حياتك. هكذاك الزواج، في من داك تكوني ماشي دايره كاع متوقعه في حياتك بلي تزوجي، تجيك شخص يغير لك فكره تاعك. طبعا وهذا الكلام اللي كان الكلام الجميل والرائع من الاستاذ والمايسترو خالد بن عيسى، اللي نقول لهم تحيه ليه وزوجته وسامية مزيان، ربي يدومها بيناتكم ان شاء الله وربي يدوم عشرتكم. هذا الكلام اللي خلى بزاف رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلوا مع هذا الكلام، خاصه البنات والنساء اللي كانوا يشوفوا على عجبهم هذا الكلام، يعني وما شاء الله كانت كل التعليقات ايجابيه، واللي دخلت هذا المقطع والحلقه ترند في لي ريزو سوسيو، وكل البنات كانت علقت والنساء وحتى الرجال علقوا، يعني قال لك صح هذا هو مفهوم الزواج الحقيقي والصحيح، يعني ماشي تتزوج انه المجتمع او عائلتك عملوا لك الضغط وقالوا لك لازم تتزوج الحق تتزوج طبعا، يعني ولا الحق تتزوج، يعني قال لك انك تتزوج لانه تلقى الشخص الصح والشريك الصح، هو هذا الاهم في الحياه. وان شاء الله ربي دائما يجمعنا بالنفوس الطيبه، واكيد يبقى زواج قسمه ونصيب ومكتوب ربي، ان شاء الله يبعث لنا دائما الاشخاص المناسبين ان شاء الله. شكرا، نبقاو دائما في السكه. يلا ان شاء الله نلقاو نكملوا مع السكه. يلا مكملين مع برنامج السكه، وين كنتوا شفتوا الثلاثه اللي فاتت الضيفه السوريه والفنانه الكبيره والقادره وفاء مصلي اللي كانت ضيفه البرنامج، اللي كانت تكلمت عن سكتها واكتشفناها مع بعض. زميلنا عصام دهما تلقى بها وكان حاضر معها في الكواليس، وين سقساها عن تجربتها في برنامج السكه، كي وين قالت هي انه اكتشفت شيء جديد في وفاء، اكتشفت ايضا اشياء جديده اخرى، وهل راح تكون حاضره في رمضان 2025 ولا لا؟ نتعرفوا مع بعض وراجعين. مشاهدي برنامج جايف المشاهير، كما كنتوا تشوفوا حاضرين مع بعض في كواليس استديو سكه، هذا البرنامج اللي كنتوا تشوفوه سهره كل يوم ثلاثاء على قناه الشروق تي في، واليوم سمعنا انه ضيف عزيزنا علينا وعلى كل الجمهور الجزائرية الفنانة والنجمة السورية والعربية وفاء مصلي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. صفا بخير، الأمور كلها تمام؟ صفا كلها تمام الحمد لله. الحمد لله. العفو الله فنانتنا، أكيد احنا برنامجنا برنامج سكوبات وحصريات، الجمهور دائما يحب يعرف جديدك وأعمالك، وقبل ما نتعرف على جديدك وأعمالك احكي لي على سكة، كيفاش شفتيها البرنامج في رأيك فيه؟ برنامج كتير رائع وجميل، ما بيكفي هذا التوصيف له، لأنه هو بيكشف بعض الخبايا عند الفنان اللي هو نفسه ما بيعرفها. صح. فلذلك يعني أنا حسيت أنه براحة، وأنه كنت أنا وفرح عم نكتشف شيء بوفاء. الفنانة وفاء يعني الجمهور دائما يحب يشوفك في رمضان. إيه. أنا حابين إذا كاين أعمال راكي تحضري لها تكشفين عليها حصريني لايف المشاهير. هلا اول شيء في عندي مسلسل السبع، مسلسل فانتازيا بيئيه، وكثير كثير كثير مشوق وفي مفاجات. مفاجاه واحده بس اذا ممكن، يعني ما بقدر، هو شريرة لا الحدوته ولا لا، هي حنونه ولكن قويه. جميل. ايه بس انا عم بقول الحدوته فيها مفاجآت وفيها تشويق، يعني تسلسل الأحداث. صح. قصة. صح.
وفي الكوميديا بلك كاين حاجه نشوفك فيها بالكوميديا؟ يا هي يا انا شاركت بحلقه كضيفه مع الاملين اللي هي الزميله امل عرفه وامل دباس من الاردن، كمان بنوجه لهم، وعاصم حواط زميلنا وابننا، فانا كنت ضيفه حلقه من الحلقات. يعني هذا رمضان رح نشوفوك ونشوف فنك الجميل. لا وكمان انا مشاركه كضيفه بمسلسل اسمه حبق. حبق هو وردة رائحتها كتير كتير جميلة وهيك. وفي مسلسل لسه ما تم الاتفاق عليه، ما بعرف إذا حيتم، وأنا عادة ما بحكي عنه إذا ما تم الاتفاق، بس رح أحكي لكم باعتبار بتحبوا الشيء الحصري. اسمه سكرة الموت. سكرة الموت. وأنا حشوف فيه الفنانة وفاء بدور مختلف عن الأدوار اللي تعودنا عليها. صح. ومن أي ناحية؟ من ناحية أنه هي شبه لاجئة بلبنان أو نازحة إلى لبنان، وتتعرض هي وعائلتها لبعض الأحداث وهيك. مؤخرا كنا نشوف الكثير من الأعمال المعربة للنسخ والأعمال التركية، وبالذات فنانات سورية خاضوا هالتجربة، إلا وفاء مصلي ما شفناهاش في هذه الأعمال، لماذا؟ الإجابة مع عصام ورجعين. بزاف فنانات شفناهم عملوا يعني وكانوا بطلات لأهم الأعمال اللي منسوخة من الأعمال التركية. صح. علاش انتي مركيش من بين هاد الفنانات؟ والله لأقول لك شغلة، هي تجربة وأنا مالي ضد هاي التجربة، وبعدين هي إما بتستمر أو لا، فأنا على هذا الصعيد ما بتدخل. بس أنا عندي ظرف، حدا مريض بعائلتي وما بقدر انه غيب، وانا عم صور مسلسل لمدة 7 أشهر. يعني انا اذا عندي بلوك اكتر من اسبوع، بلوك يعني بيتي وبدي صوره اكتر من اسبوع، بحاول لو بقلب سوريا بحاول انه اعتذر. ممكن تعطيني الدورة جاك من اعمال تركية منسوخ يعني من اللي طلبوني لألا؟ اللي طبعا سموه كريستال. كريستال شو الدور اللي جاك؟ ام ولا البطل؟ أم للبطل. وقبل فترة كمان حكى معي مدير إنتاج هو حمادة جمال الدين، بتشكره كتير، قال لي إنه في عملين وخلال 4 أشهر وأنا فيني نسق بين 2، مع ذلك أنا اعتذرت لإله. أي بس ما عرفت إنه شو من العملين. متوقع إنه بما أني أنا عملت فضيلة وبناتها، متوقع إنه أنا أدعى وكذا مرة يعني حكوا بالموضوع، بس يعني مؤجل الآن. يعني آخر سؤال وباش نبدأ ناكلوا. بدي أكل يعني. أي شهادتك. يعني شفنا موضة مؤخرا أنه فنانات يتزوجوا من شباب أصغر منهم، يعني صغر عليهم في العمر، أنت وش رأيك في هذه الموضة؟ مو بس بيتزوجوا أصغر منهم، في فنانات بيتزوجوا أكبر منهم بكتير. يعني إيه، فوجهة نظري من هذا الموضوع يعني أنه كل إنسان في عنده، خاصة إنه الممثل أو الممثلة في عندهم مساحة من الإدراك والوعي نتيجة تجاربهم كتير كبيرة، وهن بيعرفوا شو عم يعملوا. والحياة تجارب. أنا مالي ضد. أنت مع؟ مو مع ولا ضد. أوكي. بس هي تجربة أنا أحترمها مهما كانت يعني، وهذا مو جواب دبلوماسي، بالعكس يعني ربما يكون في شيء، يعني ربما يكون في حب، ربما يكون في مسيرة عمل. صح، انسجام ولا توافق، أي شيء يعني. وما يعني أحرار، كل الناس أحرار. احنا نشكرك أنك كنت معنا في برنامج لايف مشاهير، شكرا كثير لك. شكرا. يعطيك صحة. مشاهدينا كما لبلكم، اليوم تمر سنة على رحيل كل من الفنان محمد بوسمحة وأمين لاكولومب، وعلى هاد يعني الذكرى حبينا نديروا ورقة نستذكروا فيها الراحلين مع زميلتنا هلا عيساني ونرجع. بمكالمة فائتة هكذا كانت بداية تقريرنا قبل عام عن الفاجعة التي ألمت بالوسط الفني والإعلامي. رحيل محمد بوسمحة والموزع الموسيقي أمين بن عيرد المعروف بأمين لا كولومب، المكان بروكسل، التوقيت 4 صباحا، والسبب
حادث مرور مأساوي. تفاصيل الحادث حسب الصحافة البلجيكية: اصطدام شاحنة بالسيارة بعد أن قرر السائق التراجع عن سلك طريق الخروج من الطريق السيار، لكن حدثت الكارثة. رحل محمد بسمحة عن عمر ناهز 37 سنة، ابن مدينة بلعباس، غادر على حين غرة، تاركا كلمات وأغاني لا يزال يرددها الصغير والكبير، ستبقى علامة فارقة في المكتبة الرايوية الشبابية. في ذكراها الأولى تذكرته شقيقته بكلمات جاء فيها: محمد كان الوالد والأخ والصديق والصاحب والموجه، ديما واقف علينا، حبنا ليه كان كبير، وهو يموت علينا لدرجة أنه ما يعيطناش بالاسم، كل واحدة فينا مدلها اسم. كان شرطه الوحيد الوالدة ثم الوالدة، يقولهم نخاف عليها مسكينة هي عقلة. كذلك أمين لاكولومب الذي تعامل مع كبار مغني الراي الجزائري، رحل عن عمر نهز 39 سنة. جنازة الفقيدين كانت مهيبة، حضور من كل ربوع الوطن ومن كل الأعمار والفئات. ودعوا محمد وأمين إلى مثواهم الأخير. قيل أن الفن لا ينسى، والتاريخ الذي يكتب من ذهب لا يمحى. كذلك هي أعمال بسمحة، ستبقى شاهدة على موهبة مرت من ديار الفن يوما ما، وتركت أثرا عجز عنه الكثيرون. ربي يرحمهم إن شاء الله ويصبر أهلهم. مشاهدينا الكرام، نظرا لضيق الوقت بعد المواضيع كنتوا شوية في العناوين لكن ما تعرفناش عليها، لكن حتشوفوها يوم الأحد إن شاء الله. لحقنا لختام عدنا اليوم، بقوا دائما أوفياء لقناة الشروق ولكل برامج قناة الشروق، ومع السلامة. مع السلامة.